سلام ألو، عليكم، سلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله سماحة الشيخ عبد الرزاق. نعم، بس ترفع صوتك، ما جاي اسمعك، صوتك ضعيف. حياكم الله سماحة الشيخ عبد الرزاق. ربي يحفظك أكثر من محيي، الله يخليك. اللهم صل على محمد وآل محمد. صليت على نبيك، اللهم صل على محمد وآل محمد. سماحة الشيخ عبد الرزاق، كنت يعني أدرس أنا والموالين قول أن حساب الخلق على الأئمة وآل البيت سلام الله عليهم يوم القيامة، كما جاء في كتاب ليالي الأخبار تأليف عمدة العلماء والمحققين وزبدة الفقهاء الشيخ محمد نبي التويسركاني وغير من علمائنا. نعم. فحساب الخلق على آل البيت، يحاسبونه مباشرة أم هذا يعني التفصيل عند الله؟ هذا تفصيله عند الله. طيب إزاي يا شيخ والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، أي إن على الله حسابهم، لماذا يا شيخ تقولون أن آل البيت هم الذين يحاسبون الناس وتخالفون القرآن الكريم؟ من اللي يخالف القرآن الكريم؟ من تتكلم؟ علماء الإمامية الإثني عشرية الذين يقولون أن آل البيت هم الذين يحاسبون الناس يوم القيامة. الله، إحنا لا نقول نعم. أنت منين تتكلم أنت؟ أنا بتكلم من بيتي. علماء الشيعة يقولون أن آل البيت هم الذين يحاسبون، والله يقول أنه هو الذي يحاسب. وين بيتك؟ يا شيخ، وأنت غيب العروسة يا شيخ عبد الرزاق، ما تخليك في السؤال بالله عليك. لا لا لا، خلفتيه مو أنا عندي قصد بالكلام. وين بيتك انت؟ أنا في مصر يا شيخ، في مصر. في مصر. شلون تقول لي من الناصرية أنت؟ أنا في والله، ما أنا اللي كتبت لك، اللي كتب لك أحد المهتدين من التشيع إلى أهل السنة ورب الكعبة. سؤال بس ليك بالله عليك، إزاي هم اللي يحاسبونا والله يقول ثم إن علينا حسابهم؟ أصدقك ولا أصدق القرآن؟ إذا أساس النقاش افتقد المصداقية من البداية. لا، أنا ممكن أقول لك تقية مع ورب الكعبة، اللي كتب لك أحد المهتدين هو اللي ماسك لي الحساب الآن، هو بيكتب لكم وبيظبط الاتصال وأنا بتصل، والله يشهد على ذلك. أنا بسأل حضرتك بس، الله يقول هو اللي هيحاسب وأنتم تقولون لا آل البيت، أصدق من يا سيدي يا شيخ عبد الرزاق؟ أنت بما تعتقد؟ أعتقد أن الله هو الذي سيحاسب. طب خلاص، انت على اعتقادك، هو اللي كان اعتقاده. طيب يا شيخ عبد الرزاق، شنو ضارك؟ انا سجلت هذه المكالمة، تسمح لي ارفعها على اليوتيوب بصورة حضرتك؟ لا لا لا، ما ليه 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 ما تسمح؟ انت شو اللي ضرك؟ زي ما بتقول لي شو اللي ضررني، شو اللي ضرك؟ انا ضررني الكفر اللي حضرتك اقرته الان وبتعلمه العوام الشيعة، عندك فوق 60 سنة وبتعلم عوام الشيعة الكفر بالله تبارك وتعالى، وانا لا يضرني ان ارفع الاتصال لاعلم عوام الشيعة ان المعممين يخالفون القرآن الكريم، وان الذي يحاسبنا يوم القيامة هو الله تبارك وتعالى وليس آل البيت. يا شيعة، دعوكم من هؤلاء المعممين، دعوكم من هؤلاء السادة، دعوكم من الكتب التي تكذب على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليكم بالقرآن. أنا حاججته بالقرآن لم يستطع أن يجب. شوف الإمام الطبري، شوف علماء أهل السنة ماذا يقولون يا شيعة، يقول في قوله ثم إن علينا حسابهم، يقول ثم إن على الله حسابه، وهو يجازيه بما سلف منه من معصية ربه، يعلم بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أنه المتولي عقوبته دونه، إن إلينا إيابهم، يعني هؤلاء الكافر. هذا الكافر، شفت والله يخبر نبيه أن الله هو الذي سيحاسبه، يأتي يقول لك لا حسابهم على آل البيت. متى تتفق يا شيعي؟ ستقف بين يدي لو هو الذي سيحاسبك، فانجو بنفسك الآن، والله لن ينفعك علي ولا فاطمة ولا الحسن ولا الحسين رضي الله عنهم جميعا، ونسأل أن يحشرنا معهم، لن ينفعوك ولن ينفعك هذا المعمم وغيره. اللهم ادعم الشيعة وخذ بأيديهم إلى نور التوحيد.